مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. اليوم رح نرسم رسمة هيك صغيرة حلوة بسيطة. في كتير ناس طلبوا مني نرسم كيف نرسم ريفلكشن على المي، كيف نعمل انعكاس الصورة على المي. سو اليوم حنعمل طريقة هيك بسيطة حلوة وسريعة، وأي حدا ممكن يعملها بشكل بسيط جداً. كمان في ناس كانت عم تشتكي انه لما عم يعملوا الغيوم ما تزبط معهم، فاليوم شوي هيك رح نحكي عن الغيوم، رح نحكي عن انعكاس الضوء، رح نحكي كمان عن كيف انه نعمل انعكاس الضوء على المي. فبالبداية هيك عملنا باك جراوند بسيطة، لون السماء ازرق ميل شوي. ماني حاهتم اليوم بخلط الالوان لانه اليوم بدنا نشوف التكنيك كيف نحنا ممكن نعكس الضوء او كيف ممكن. بالنسبه للغيوم في كتير منكم بعتوا لي صور كانوا عم بيورجوني كيف الغيوم مش عم تزبط معهم. هلا اذا لاحظتوا هون خلينا اللون الازرق مبين، يعني لما انت تحط اللون الابيض لتعمل الغيمه ما كتير يعني تحط ابيض على كل الاماكن، اختار اماكن معينة واعمل فيها الغيمة، مش بالضرورة انه انت السما كلها تكون غيوم. وبرجع بقول انا يعني في شباب بتحب تشتغل او في صبايا بتحب تشتغل على مخيلتها، يعني بيقدروا بيتخيلوا كيف. خلينا بالبداية ما نتخيل، يعني طلع صورة وحطها قدامك، مش ضرورة انه نعمل الصورة 100%، بس شوف شكل الغيوم بشي صورة وحاول انه تطبقها. اهم شيء انه نخلي اللون الغامق مبين ونخلي اللون الفاتح مبين، يعني لما نعمل غيوم ما نخفي اللون الازرق الخلفي تعيد السماء، لا خلينا نبين اللون الغامق ونبين اللون الفاتح. هلا اللي عملناه انه عملنا السماء لون ازرق وعملنا مي هيك من تحت تقريبا حتى نحاول نشوف كيف نعمل المي. هلا عم بعمل اللاندسكيب او الارض محل الاخضر. هلا نشوف كيف نحاول نعمل الابعاد. كيف هيك اول شيء بنعبيها مثل ما عم نشوف بالفرشيه، بنصير بنضغط عليها ضغط لداخل عشان تعطينا هدول التكستشرز هي الغامقه وفاتحه، عشان نحاول ناخذ البعد نبلش نغير اللون نفتحه أكتر. محل القريب علينا بيصير أغمق، محل البعيد بيصير أفتح شوي. هلأ إذا لاحظتوا بلشنا نفتح من ورا وعم نغمق من تحت، هيدا بيخليك تبلش تحس إنه المسافة هون أقرب، لأنه بس تكون المسافة أقرب بتشوف التفاصيل بشكل أوضح. بالإضافة لانعكاس الضوء، يعني إذا كان الضوء عاكس على الخضار اللي موجود بالأرض أكيد أنت بتشوفه بطريقة، لما بيكون بعيد بتشوفه بطريقة أفتح، بيكون لونه أفتح. كمان هون عم برجع افتح اللون شوي على بعيد. هون عم برسم مثل هيك مثل زرع، مثل شي بيورجينا كيف الغصن تاع النبتة اللي عم نرسمها من تحت كيف يكون غامق وكيف نطلع الاضلع من تحت لحتى نخلي نورجي الاحساس بالصدق بالصورة، او كيف انك تورجي الصورة بشكل صحيح. مثل ما شايفين عم نمسك الفرشية ونضغط عليها ونطلع فيها لفوق عشان نخلي هيدا الضلع او الجزع تبع النبتة يبين بشكل شوي واضح واحلى. هلا هون بلش نعمل مثل ما عملنا الجزع من فوق، عشان نعكس على المي بنكمش الفرشية وبنحطها مثل ما شايفين، بنضغط وبننزل فيها لتحت شوي شوي، مش بالضرورة تكون الضغط كتير كبير، شي بسيط ما تضغطوا بشكل كتير كبير، ما تكتروا الألوان على الريشة،
لأنه إذا كنت كتير ممكن ما تخلي الفراغات يبينوا بشكل حلو. مثل ما شايفين دايما من احنا بنقول انه لازم اللون الفاتح يبين ولازم اللون الغامق يبين. مثل ما شايفين هلأ مثل الخطوط بين الخيال او الظل اللي موجود على المي، في مكان فيه فاتح وفي مكان فيه غامق، فدايما خلوا هيدا الشيء موجود. على هون اذا لاحظتوا يعني عم نحاول بس بالريشة اللي هي ناعمة شوي نحاول نعمل تموج مثل كأنه على المي. على الفرق بين الاكريليك وبين الرسم الزيت، هلا انا اليوم عم بستعمل الاكريليك ما بيمشي بسرعة مثل الزيت، وكمان الزيت ما بينشف. فاول ما تحط الاكريليك اذا كنت عم تستعمل طبعا المي معه، وما هو في بالاكريليك نحن بنستعمل مي، لما بتحط المي مع الاكريليك اجمالا بتنشف بوقت اسرع بكتير من الزيت، فبالتالي انت بيكون عندك صعوبة انك ترجع تغير. مثل هلا نحن الخطوط اللي عم نعملهم عم ننزل لتحت لنعمل الظل على المي، هيدا الظل اذا عملته بينشف بشكل اسرع. لهالسبب لما بتحطه لازم يكون مظبوط قد ما فيك، لانه ما فيك ترجع تغير، او بدك ترجع تمحيها وترجع تعيد من اول وجديد، مش مثل الزيت ترجع بتعدل عليه وبتغير. هلا اليوم انا عملت عم بشتغل بالاكريليك، بس هرجع اعمل تقريبا شيء بنفس الطريقه بس هستعمل زيت لورجيكم شو الفرق بين الزيت وبين الاكريليك لما تكونوا عم تتعاملوا مع الظل على المي. هلا من فوق هنحاول نفتح شوي لنورجي راس النبتة من فوق كيف مبين على الضوء، ممكن يكونوا ازهار، ممكن يكونوا حشائش، ممكن يكونوا اي شيء، انتو اختاروا اللي بدكم اياه فيكم تعملوه. بس هون ببين انه من تحت اللون الغامق اللي هو الجذوع او الاغصان او الضلع تبع النبتة اللي موجودة، بصير بيعطينا كيف شكله واقعي وحقيقي. فينا نفتح كمان اللون اكتر، خلينا نعطي هذا الافيه انه في انعكاس للضوء، في انعكاس للشمس، يمكن حسب الرسمة اللي انتو عم ترسموها فيكن تحطوا اللون. انا كمان ممكن نضيف الاصفر وحط لون يمكن اخضر فاتح اكتر، وممكن نخلطه شوي مع لون احمر هيك يعطي لون حلو ما يكون غامق ما يكون قوي. هون انا عم حاول انه بس اعمل شيء اعكس الضوء وبنفس الوقت نعمل هيدا الفرق بين اللون الغامق واللون الفاتح اللي تحت، ويبين معنا النبتة انه كيف من فوق مبينة وكيف من تحت مبينة. بتمنى اكون عم بشرح بطريقة توصلكم الفكرة مثل ما انا حابب توصلكم. من تحت نفس الشيء على المي، كمان اللون الاصفر الراس تاع النبتة اللي هو يمكن يكون الزهر، يمكن يكون الحشائش من فوق محل ما منعكس الضوء، كمان بنعمله بنفس الطريقة على المي بشكل خفيف ما نكتر، وما لازم ياخد مسافة كبيرة لانه احنا عم انعكاس الضوء بورجينا بس راس النبتة. نرجع نضيف شوي لون فاتح عشان نورجي انه الانعكاس لنفس الاشياء اللي موجودة قدامكم بالصورة. دايما اللي بتعملوه فوق حطوه على المي لحتى يبين الضوء معنا او الظل كيف معكوس على المي. هون حنضيف شوية لون ابيض مثل ما شايفين بالسكين عشان نعطي الاحساس بالمي. هون حنضيف شوي
أبيض مثل ما شايفين، لحتى نورجي انعكاس الظل على المي ونحس بأنه بوجود المي بالصورة. هذا بيعطينا الإحساس بأنه هيدا اللي من تحت هو الظل اللي موجود. طبعا برجع بكرر إن إحنا هلا عم نعمل أشياء بسيطة، مش عم نعمل لوحة. كل الهدف نعرف شو التكنيك اللي نحنا ممكن نستخدمه لما نبلش بلوحتنا. حنحاول نضيف هلا شجرة، كمان نحاول نعمل انعكاس الظل تاع الشجرة على المي، نشوف كيف شكله بيطلع معنا. احنا رسمنا اكتر من مرة شجر ونزلنا فيديوهات اكتر من مرة، مثل ما شايفين فيكن تاخدوا الشكل اللي بدكن اياه، حطوا الاغصان اللي بدكن اياها، زيدوا شيلوا نزلوا طلعوا كبروها صغروها حسب المسافة، اذا كانت قريبة بتكون اكبر، اذا كانت بعيدة بتكون اصغر. ضيف الاغصان اللي بدك اياها وبنرجع بنعمل كمان هلأ شوي بنعمل الظل مع بعض، بنشوف كيف الظل ممكن يطلع معنا او انعكاس الضوء على جنب الشجرة. هون انا عم حاول اكمش الفرشاي بطريقة انه انتو تشوفوا شو اللي عم اعمله، ما بدي ايدي تغطي على الريشة حتى ما تقدروا تشوفوا شو عم يصير. طبعا بشتغل بشكل سريع شوي عشان نختصر لحتى نتعلم الاشياء اللي احنا هلأ اليوم هي هدفنا هي المي. هون حنحاول نضيف لون افتح شوي عشان نورجي انعكاس الضوء على الشجرة. ممكن نضيف اللون اللي بدك اياه، حط ابيض، حط لون بني فاتح، لون اصفر غامق شوي، خلي اللون يبين انه الضوء جاي من هيدا الصوب وعكس على الشجرة، بيعطيها جمالية اكتر وبيحاول يعني بتبين انه هي كمان شكلها الطبيعي. لما نحط اللون نحاول نمزجه شوي مع اللون الغامق، ما نخليه لوحده، بنرجع بنحط لون ثالث. حلو يكون في اكثر من لون بمكان واحد، لون ولونين وثلاثة واربعة وخمسة. هلا حنضيف شوي لون ابيض فاتح عشان يبين اللون او يبين الضوء كيف عاكس بشكل اوضح. ان شاء الله الفكرة هيك تكون وصلتكم اكثر. هلا عم نحاول نعمل الظل تبع الشجرة بالمي. فينا نمشي بشكل افقي او بشكل عمودي، وفينا مش مشكلة لانه هلا بعد شوي بعد ما نعمل الشجرة بالمي نرسمها بنفس الطريقة يلي رسمناها فيها، نقرب الموضوع قد ما فينا. هلا بنرجع منورجي كيف الاحساس بالمي بيبين لما نضيف اللون الابيض ونحسس نخليكم تحسوا بالتموج تبع المي بين الظل او من خلال الظل. انا عم حاول انا اقرب اللون قد ما فيني، يعني حط شي لون غامق دارك، لون اسود، لون بني، نفس الالوان اللي استعملتها مع الشجرة. خليها تكون شوي غامقة بتعطي انعكاس بشكل جميل.
هلا اذا لاحظتوا انا عم حاول فوت المي بقلب الشجرة اللي معكو داخل الظل اللي نازل بالمي عشان يعطينا احساس انه هيدا هو ظل موجود بالمي مش شجرة مرسومة على المي. دايما هيك كمان انت عم تدخل اللون الابيض بقلب الشجرة اذا كان اللون بعد منه ناشف مثل ما هلا انا لاني عم برسم بسرعة، اللون الاسود اللي حطيته مع البني منه ناشف بعد، فلما بدي ادخل عليه المي بتأكد انه الريش نظيف كتير محطوط عليه ابيض، بحطها من برا محل الفاتح اللون الابيض محل لون المي او اللون الازرق الفاتح وبدخلها لجوا، فبيبين معنا انه المي فاتح. مجرد ما انت دخلتها الريشة حيدخل عليها لون اسود، ما ترجع تستعملها الا ما تتأكد انك نظفتها مزبوط. لحتى شوفوا اذا هون لاحظتوا كان في بعد شوي اسود محل واجي على اللون الابيض فحنطفه. هلا هون حنعمل الغيوم ونحاول نشوف كيف نعكسها على المي، زيد اللون الابيض بس خلي اللون الازرق الخلفي مبين، ما تخبيه ما تغطيه يعني ما تخلي السما كلياتها غيوم، خلي المنظر يبين. مثل ما لاحظتوا خدوا القياس او المكان المعاكس بالضبط وضيفوا الابيض على لون على المي عشان يعطيكم انعكاس الغيوم على المي. ورجعوا مثل ما شايفين بالريشة عم ناخد يمين وشمال لحتى نحس باحساس انه هيدا مي مش بس هون منضيف كمان مثل ما شفتوا منضيف لون الابيض لنحس بالتموج اللي موجود على المي لحتى يعطينا احساس بالصورة ونكملها لتبين معنا انه هيدا الظل الخضار او المنظر الطبيعي اللي موجود على المي. انا بالنهاية بدي اشكركم وبدي اشكر كل الناس اللي عم تابعوني، في ناس طلبوا مني مثل هيدي الصورة نورجي كيف نعكس الصورة على المي وكيف الغيوم. بكرة حنرجع مثل ما قلت نرجع مرة تانية نعمل رسمة قريبة او شبيهة لها، بس بدل ما نستعمل الاكريليك حنستعمل الالوان الزيتية لنشوف كيف نعمل انعكاس الضوء بطريقة مختلفة ويمكن تكون احلى، لانه استعمال الزيت في له طريقة اوقات بتكون احلى بكتير من الاكريليك، لانه الاكريليك مثل ما قلنا اوقات بينشف بسرعة، فهيدا بيخلينا ما نستفاد من المادة اللي موجودة على الكانفاس. هلا عم زيد الظل اللي موجود من تحت او اللون الدارك او اللون الغامق بشان نحس بالخضار اللي موجود من فوق وانه النبتات هيدا الجزع تبعها او الضلع تبعها اللي من تحت. سو بالنهاية انا بدي ارجع اشكركم مرة تانية جميعا، اتمنى ضلكم عم تتواصلوا معي. اذا عجبكم الفيديو بليز اعملوا سبسكرايب اعملوا لايك واعملوا شير، خلي الناس اللي بتحب ترسم تتعلم بعض الخطوات الصغيرة البسيطة. نرجع بكرر انه هدول الخطوات هي للناس المبتدئة او للاطفال اللي بيحبوا يتعلموا الرسم. بدي لكم شكرا، اهلا وسهلا فيكم، بشوفكم مرة تانية، انطروني الفيديو الجاي. Thank you.